صباح الخير متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله جميع بصحة وخير وسلامة، ورمضان مبارك على الجميع. انا هذا الشارع جاد منوي، شارع 60 متري. اليوم راح نحكي شوية عن الاسعار الاراضي التجارية، سعر المتر المربع شقد، يعني مثل هذا الشارع شارع 60 متري اذا نبدي بيه، يعني اقل سعر متر مربع هنا تجاري 1700 دولار، وعلى سعر 5000 دولار، يعني من 1700 يبدي لحد 5000 دولار، يعتمد على يعني موقع او مكان. وهذا هذا الشارع 60 متري، يس احنا جا نمر بيه، هذا السعر مال التجاري. بالنسبة ل 200 متر، السعر يبدي من 1200 دولار الى 6000 دولار، وال 40 متر يبدي من 1000 دولار المتر مربع الى 3000 دولار، وال 30 متر يبدي من 1200 دولار الى 3000 دولار سعره. العنكاوة، منطقة العنكاوة أو قضاء أو ناحية العنكاوة عفوا، سعر المرات متر مربع هناك 4800 دولار، إلى 7000 دولار تقريبا، يعني هاي أسعارهم. هذا طبعا على اليمين شفتوا هذا جبهة الخياط، وهذا الشارع يؤدي إلى 30 متر، يعني هذا مقام مستشفى تعليمي، مستشفى الطوارئ، ومستشفى الجمهوري اللي باربيل، يعني حتى تعرفون. بالنسبة أسعار شارع شورش، ماكو أحد ما أعرف هذا الشارع، طبعا في الشوارع مرغوبة باربيل، يبدي من 4000 دولار المتر مربع إلى تقريبا 6000 دولار. شارع مخمور يبدي من 2300 دولار الى 5000 دولار. شارع سيتاقان يبدي من 3000 دولار الى 7000 دولار. شارع الاسكان 3000 دولار الى 4000 دولار. وشارع عدالة يبدي من 1000 دولار لحد 1500 دولار. حفاظان من 1000 دولار لحد 1500 دولار. وشارع كركوك يبدي من 1200 دولار لحد 3500 دولار. وباختياري وزيران، طبعا هاي الخبرات قريبين، يبدي من 4500 دولار لحد 6000 دولار. 20 متر باختياري يبدي من 3000 دولار إلى 4500 دولار. وفرما برا 600 دولار متر مربع إلى 1000 دولار. وسايد يدريفستي من 4000 دولار حد 5000 دولار. طبعا هذا الشارع، ها 30 متر، هذا شارع التربية احنا نسميه، سارة على اليمين راح يصير مقابلنا القلعة أيضا، جاي شوفوها. بالنسبة شارع كوية 1500 دولار حال 4500 دولار. شارع سورجيان من 1500 دولار إلى 2000 دولار. شارع بحركة من 1100 دولار لحد 2000 دولار. حديد وخشب من 1000 دولار حد 1500. شارع نوروز من 1000 دولار حد 1500. شارع ملا وزير من 1000 دولار حد 1500. برايتي منطقة برايتي الشارع مالتهم من 1500 لحد 2000 دولار. روناكي 1500 لحد 2500. منطقة روناكي من 1500 لحد 2000. حاكماوة أو نصران من 1000 دولار لحد 1800، يعني 750 لحد 1000 دولار. قطعت مثال شيخ محمود
فيه على أول ملك كردي كان يعني استمر الملكية مات الكاتب السليماني محافظ سليماني كم شهر بعد البريطاني قصوا عليها وشارع البان $1000 لحد $1800 والشارع 284 نسميه احنا من $2500 لحد $5000 وشارع الأطباء من $2000 لحد $3000 وطيارة من $750 لحد $1500 92 شهر 92 من $1000 لحد $1500 وفيتال من $6000 لحد $7500 طال فيتال اللي هي صايرة مقابلة إنجليزية وعندهم إمارات إمارة في امباير أنا حتى تكون واضح هاي الجميع هاي الأسعار يعني للجميع يعني صار ارتفاع تقريبا نسبة 10% على اسعار كل يوم والسبب مثل ما ذكرت انه استقرار الاوضاع العالميه وايضا وجود فيروس يعني لقاح الفيروس كورونا هاي اثر وايضا ارتفاع اسعار النفط هاي كلها لها دور انه ترتفع الاسعار يعني حتى يكون هذا واضح للجميع اتمنى انه الفيديو عجبكم واتمنى لكم صيام رمضان كريم وصياما مقبولا ان شاء الله بالتوفيق للجميع طبعا هذا الشارع قلعة على اليمين على اليسار هي شارع القلعة كلها اتمنى لكم اوقات حلوة وتحياتي لكم جميعا ودمتم بخير وصحة وسلامة مع السلامة.